حقيقة فيما يتعلق بالمشهد السياسي بعد إجراء الانتخابات الأخيرة هو معقد، معقد جدا، على اعتبار أن هناك العديد من القوائم التي لم تحظى بعدد مقاعد حسب التوافقات السياسية أو حسب ما هو معمول به من ضمن تعليمات المفوضين العليا للانتخابات. ما نراه في الساحة الآن يحتاج إلى دراية ويحتاج إلى دراسة آفاق بعيدة، على اعتبار أنه لابد من السادة السياسيين الذين استطاعوا الوصول إلى هذه المرحلة من الجلوس والتوافق على حسم موضوع تقاسم المناصب السيادية في محافظة نينوى، على اعتبار أن هناك كتل كبيرة على سبيل المثال كتلة نينوى لأهلها وكتلة التحالف الكردستاني والسيادة وغيرها من الأحزاب الأخرى والكتل السياسية، لابد أن يكون هناك توافق سياسي ذو رؤية لخدمة مدينة الموصل ومحافظة نينوى والعراق جميعا. مصلحة المدينة فوق كل شيء، عندما أنا أرشح وأنتخب من قبل الشعب لابد أن يقع على عاتقي وعلى كياني وعلى جهدي خدمة هذه المدينة، إن كان تحالفي وفق ما يخدم المدينة دون المساس بسيادة المدينة وبما يضر، ما يضر أمن المدينة، لابد من يكون هناك توافق ويكون هناك تنازل ليس على المصلحة العامة ولا على المصلحة الخاصة ولا ما كنت لمصلحة المدينة أن أقبل بالطرف الآخر ونحن كنا شركاء في هذا البلد. طبعا جرح نينوى جرح كبير، إذا نرجع إلى الوراء فنينوى تحتاج إلى الكثير من الضماد إذا صح القول للملم جراحها. ما قام به الإداريين والسياسيين مشكورين على ما قدموه، لا نبخس حق أحد، من عملية التحرير والقطاعات العسكرية بكافة مفاصلها وترفع لها القبعة إلى آخر موظف وعامل في مدينة الموصل وفي دوائر مدينة الموصل، الكل قدم ما بوسعه، لكن المدينة وأهل المدينة يحتاجون إلى أكثر. العراقي يعني مواطن حاله حال أي مواطن في هذه المعمورة، ما هو أفضل منا؟ أي مواطن في المعمورة أن يتنعم بخيرات بلده وهو لا يقدم سوى خدمات بسيطة، بينما المواطن العراقي يقدم كل ما بوسعه لكن دون مقابل ما يسد رمقه. وإذا رجعنا إلى الوسط الاجتماعي سنجد العديد من المشاكل الاجتماعية التي فاقت وتفوق وطفحت على الساحة بسبب سوء الإدارات لبعض الدوائر لربما على مستوى العراق كافة، لكن الآن بدأت عمليات التصحيح وتوجيه البوصلة بالمسار الصحيح ابتداء من دولة رئيس الوزراء إلى أقل موظف في الدولة على تصحيح المسارات ومن ثم معالجة ما هو موجود من مكامن الأخطاء في كافة مفاصل المجتمع، ومن ثم هذا يؤدي إلى تصحيح الأمور في المجتمعات على مستوى المدينة والمحافظة. طبعا قبل كل شيء احنا نعرف انتخابات يعني عملية ديمقراطية وهذه موجودة في كل البلدان، وللأسف الشديد طبعا رغم تأخر يعني انتخابات مجلس المحافظات لمدة 10 سنوات لأنها حصلت أخيرا. نأمل كثيرا بهذه الوجوه الجديدة التحالفات الجديدة أن يكون هدفها الرئيس والأسماء لخدمة المحافظة ولخدمة من انتخبوهم، رغم أن نسبة التصويت حسب ما يعني وذيعة وشيء يعني قليلة إلا أنها حصلت والحمد لله، يعني أن تعاد يعني عملية يعني وفق القياسات هي ناجحة نسبيا. نأمل من هذه الكتل المتحالفة أن يكون هدفها الأساسي الرئيس هو خدمة الشعب. سيتم التحالف؟ والله أنا لا أدري يعني حقيقة سيتم أو ما يتم، ربما قد يكون هناك اتفاقات مسبقة يعني أكيد، يعني ربما هذا التحالفات الجديدة ربما فقط بشكل رسمي، يعني أنا أظن يعني بشكل رسمي ربما هي قبل الانتخابات ربما موجود أكيد موجودة يعني توجهات من ضمن هذه الكتل التحالفات، يعني عندهم أكيد هدف رئيسي وأعلن أو يعلن عنه بشكل رسمي أكيد، يعني ما أعتقد يعني أنه تكون فجائية بهذه الدرجة.